لمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا هاتفيا من بكين الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتورة نادية، يعني كيف تابعت أعمال قمة تيكاد والتي انتهت منذ قليل بجلسة ختامية تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء تشينزو أبي؟ يعني اعتقد ان يعني تلك القمه تشجع يعني على جذب المزيد من الشركات اليابانيه على العمل والاستثمار في القاره الافريقيه، ولا سيما في الجانب المصري، خاصه في ظل المشروعات القوميه العملاقه التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويمكن يعني تركيزا على كلمه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال انعقاد تلك القمه، ركز على اهميه الحوار والشراكه بين القطاعين العام الخاص، وهو يعني وهي تعد اجنده جديده، لان يعني الشراكه ما بين القطاعين تؤدي في نهايه الامر او في نهايه المطاف الى تحقيق التنميه المستدامه لشعوبنا. وهذه هي التعبيرات الدقيقه التي استخدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن يعني دوما تركيزه خلال حديثه امام القمم او التكتلات الاقتصاديه القوميه العملاقه يركز على موضوع توصيل التكنولوجيا في الجانب المصري. ويمكن يعني خلال حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمه الفوكات في سبتمبر اللي هي منتدى التعاون الصيني الافريقي، تحدث عن توصيل التكنولوجيا وعلى الجانب الياباني، فيعني اقترح على الجانب الياباني ايضا ضروره نقل وتوصيل التكنولوجيا والصناعات اليابانيه المتقدمه في الجانب المصري ثم اعاده تصديرها الى الاسواق القريبه من الجانب المصري، ولا سيما الاسواق الافريقيه الناشئه واسواق الشرق الاوسط. بالطبع يعني اهميه مشاركه مصر دور محوري للغايه، خاصه وان هناك يعني مصر صوت افريقيا لترأسها الاتحاد الافريقي هذا العام. هناك تطلع لتشجيع الشراكات بين القطاعين الخاص الافريقي والياباني، خاصه وان الدول الافريقيه بتولي اهميه خاصه للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في تحديث البنيه التحتيه في القاره الافريقيه ومشروعات الطاقه. الجديد يمكن الشركات اليابانيه المشاركه في هذا المؤتمر كانت حوالي 150 شركه يابانيه بتستثمر في مجالات عديده ومتنوعه. ويمكن يعني الحكومه اليابانيه وعدت الجانب الافريقي بضخ المزيد من القروض والاستثمارات، الحديث عن حوالي 400 مليار ين يعني ياباني، وهي قروض طويله المدى، وهو ما يعرف به قروض الين هي العمله اليابانيه، وهي قروض طويله المدى وميسره بتتميز بانخفاض اسعار الفائده وطول اجال السداد وفترات السماح، وبتخصص عاده لتمويل مشروعات البنيه التحتيه. يمكن من المنتظر ايضا زياده حجم الاستثمارات اليابانيه في القاهره لاكثر من 800 مليون دولار. يمكن يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي كل محاولاته بيعمل على جذب اهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر، مثل صناعه السيارات وقطاعات التكنولوجيا اليابانيه، وجذب العديد من الشركات اليابانيه الى السوق المصري. يمكن اخر احصائيه العام الماضي بتقول ان عدد الشركات اليابانيه العامله في مصر 66 شركه. بالطبع نحن نتطلع لزياده عدد الشركات اليابانيه العامله في القاهره. بالطبع ان مشاركه افريقيا في القمه مهمه لاسباب اقتصاديه، بالنظر لاهميه القاره الافريقيه في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي. القاره الافريقيه هي سوق مهم للغايه للمجتمع الدولي. التعاون الياباني الافريقي ممتد، وتحديدا منذ عام 93 منذ انعقاد مؤتمر التيكاد او منتدى التعاون الياباني الافريقي. يمكن هذا العام يعني كان عام مختلف لانه ركز على قضايا التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والتنميه الاقتصاديه، خاصه في ظل التوترات التجاريه يعني التي تلقي بالظلال يعني حول العالم وتاثر على النمو الاقتصادي العالمي. ومن اهم ايضا انه خلال هذه القمه من المتوقع ان تكثر زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان لارتفاع وجذب عدد السياح اليابانيين الى القاهره. حاليا بيبلغ حوالي 47 ألف سائح ياباني في الفتره الاخيره. فنحن
نتطلع من خلال المشاركة المصرية، ومصر هي الصوت الأفريقية لترأسها الاتحاد الأفريقي. الآن زيادة حجم الاستثمارات والمعاملات التجارية اليابانية مع الجانب المصري، زيادة عدد السياح، وأيضا لا يجب أن ننسى أيضا المبادرة التعليمية المصرية اليابانية. أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسعى دوما للاستفادة من التعليم الياباني. دكتورة نادية، يعني ابقي معنا، سنعود إليك بعد قليل، ونتوجه مباشرة إلى يوكوهاما مقر مؤتمر اتيكاد 7، وينضم إلينا عبر سكايب مفادنا إلى هناك علاء رشوان. علاء، يعني في ختام قمة اتيكاد 7، هل لك أن تجمل لنا أهم نشاطات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة، و يعني أهم ما تم الخروج به من نتائج في هذه القمة؟ كما تابعنا منذ قليل وقاع الجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته السابعة، أو ما يعرف بالتكاد 7. في هذه الجلسة الختامية التي ألقى خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة ختامية، أيضا رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في كلمة السيد الرئيس قدم الشكر وسمن الشراكة التنموية بين اليابان وبين الدول الإفريقية، والتي بشنت في عام 1993، ومنذ هذا التاريخ استمرت العلاقات الإفريقية اليابانية في مكملها بشكل جيد حتى وصلنا إلى النسخة السابعة من هذا المؤتمر. اليابان كما تابعنا أعلنت عن تخصيص مساعدات تنموية تبلغ نحو 20 مليار دولار في خلال السنوات القليلة القادمة. جلسات المؤتمر بشكل عام تعرضت إلى الكثير والكثير من قضايا التعاون الثنائي، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بدءا من العمل مع القارة الإفريقية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة حتى عام 2063، ومرورا بالمشروعات الكبرى التي تم إطلاقها في ربوع القارة الإفريقية. نتحدث هنا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشروعات البنية التحتية، مشروعات النقل والمواصلات، وغيرها من كل هذه المشروعات التي أعلنت اليابان عن مشاركتها، سواء على مستوى القطاع العام الياباني أو على مستوى القطاع الخاص، في كل هذه المشروعات جنبا إلى جنب مع الدول الإفريقية. في كلمة السيد الرئيس قال إن هذا المؤتمر يعد حجرا. فقدنا الاتصال بزميل علاء رشوان موفد قناة النيل إلى يوكوهاما. وعودة من جديد إلى الدكتورة نادية حلمي أستاذة العلوم السياسية عبر الهاتف من بكين. يعني دكتورة نادية، تحدثتي عن تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته وخلال مشاركته في قمة اتيكاد على أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وربما كان أيضا يعني له لقاءات مع الجانب الياباني لتدعيم هذه الشراكة لخدمة قطاع النقل في مصر والاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال. إذن يعني هذا الاتجاه الذي أكد عليه الرئيس بأن الحكومات لم تعد قادرة وحدها على تحقيق التنمية، يجب أن يكون هناك تكاتف من الشركاء الآخرين، في إشارة إلى القطاع الخاص. كيف يمكن إذن الاستناد إلى هذا الاتجاه في دفع جهود التنمية في مصر والقارة السمراء خلال الفترة المقبلة؟ للجانب الياباني مكانة متقدمة على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ويمكن يعني اليابان عموما تقدم العديد من المساعدات التنمية الرسمية للجانب المصري والقارة الإفريقية عموما من خلال الوكالة اليابانية للتنمية للجايكا من خلال عدة نوافذ. يمكن أولا المنح التي تخصصها اليابان لإقامة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنح المعونات الفنية اللي هي تشمل إرسال خبراء يابانيين أو استقبال متدربين مصريين وأفارقة إلى الجانب الياباني، وكما تحدثت منذ قليل ما يعرف بقروض الين وهي العملة اليابانية، هي قروض ميسرة طويلة المدى بتوجه عادة لتمويل مشروعات البنية الأساسية. فبالتالي من المتوقع خلال تلك الزيارة أن تزيد حجم الاستثمارات اليابانية في القاهرة لحوالي 800 مليون دولار. الرئيس عبد الفتاح السيسي كل هدفه الأول كما ذكرت توطين التكنولوجيا اليابانية
في القاهرة ونقل التكنولوجيا ولا سيما في مجال صناعة الطيارات وقطاعات التكنولوجيا اليابانية العملاقة. يعني نحن نؤسس في مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانب المصري الياباني الأفريقي، خاصة وأن الجانب الأفريقي بيتطلع لزيادة مساهمة ودعم اليابان في تنمية القارة الأفريقية. اليابان تعد ثاني أكبر المانحين في المجتمع الدولي للقارة الأفريقية. نعم. وهناك أيضا يعني مجالات عديدة. دكتورة نادية، يعني عذرا للمقاطعة، ولكن سنعود إليك بعد قليل، ابقي معنا على الهاتف ونذهب مجددا إلى زميل علاء رشوان موفد النيل إلى قمة تيكاد 7 في يوكوهاما عبر سكايب. علاء، يعني أكمل حديثك بشأن متابعتك لمشاركة الرئيس في مؤتمر تيكاد 7 وأهم النتائج التي تم الخروج بها من خلال هذه المشاركة. نعم، أولا أعتذر عن انقطاع الصوت والصورة. نعود مجددا إلى وقائع الجلسة الختامية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي لتضع أو تسدل السفارة على فعاليات هذا المؤتمر الذي استمرت جلساته وفعالياته لمدة 3 أيام متواصلة. خرج في النهاية بالإعلان عن إرادة سياسية قوية متوفرة لدى الجانبين على دعم وتعزيز الشراكة التنموية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء ما تحقق على الأرض في قارة أفريقيا فيما يتعلق بمشروعات البنى التحتية والمبادرات التي طرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال هذا العام بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالربط البحري والربط البري، وأيضا مشروعات السكك الحديدية والربط الكهربائي بما يؤهل البنية التحتية لاستقبال مزيد من المشروعات ومزيد من الاستثمارات الضخمة التي أعلنت اليابان أنها سوف تكون في إطار هذه الشراكة. حوالي 20 مليار دولار يتم إنفاقها على كل المشروعات التنموية بما فيها الرعاية الصحية والطبية المقدمة من الجانب الياباني لبعض المناطق الأفريقية التي تشهد تفشي لبعض الأمراض، وهذا كان محور عمل فعاليات الجلسات جلسات المؤتمر في اليوم الثاني. أمس كان كل اليوم مخصص لمناقشة هذا الموضوع تحديدا، تفشي الأمراض والأوبئة المتوطنة والمعدية في بعض قارات الدول في بعض مناطق القارة الأفريقية ومن بينها مرض الإيبولا. أيضا البعد التنموي والتكنولوجي جاء في صدارة هذه الشراكة، وهو ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما قال إن التكنولوجيا ونقل الخبرات الفنية والتقنية من الجانب الياباني سوف يسهم في تسريع وتيرة عملية التنمية المستدامة في قارة أفريقيا طبقا لأجندة التنمية المستدامة حتى عام 2063. وتحدث سيادته على أن القارة الأفريقية تتمتع بالكثير من الموارد سواء الطبيعية أو البشرية، وما ينقصها هو النقل التكنولوجيا من الجانب الياباني. في هذا المؤتمر كنت أتحدث زميلي أحمد عن الإرادة السياسية القوية التي ظهرت لدى الجانبين. السيد الرئيس تحدث عن أن الدول الأفريقية تسعى إلى تعزيز هذه الشراكة. أيضا اليابان قالت أن الشراكة مع أفريقيا شهدت طفرات ملحوظة في السنوات القليلة الماضية، وأنها سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة مزيد من البناء على ما تأسس خلال السنوات الماضية والانطلاق لهذه الشراكة إلى أفاق أرحب في كل المجالات، خاصة في المجالات التكنولوجية كما أشرنا، وأيضا المجالات الاستثمارية. على هامش هذا المؤتمر أو الجلسة الختامية، السيد الرئيس من المقرر أن يعني يستأنف نشاطه السياسي بعقد عدد من اللقاءات الثنائية تجمعه بعدد من المسؤولين اليابانيين في مختلف المجالات من بينها مجالات التكنولوجيا ومن بينها مجالات البنية التحتية والطاقة والقطاع الطيران وغيرها من هذه القطاعات التي تستهدف مصر تعزيز التعاون بينها وبين اليابان في كل هذه القطاعات. بعد قليل سوف تبدا ايضا وقائع المؤتمر الصحفي بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه رئيسا للاتحاد الافريقي ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي، ل يعني يتم الاعلان عن ما سمي في او ميثاق يوكوهاما ل يعني اقرار عدد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر الذي استمر على مدار 3 أيام. وسوف نتابع معكم بعد قليل وقائع هذا المؤتمر بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء
اليابان وشينجو أبي. نعم، شكرا لك زميل علاء رشوان، موفد قناة النيل إلى يوكوهاما حيث مقر انعقاد قمة تيكاد 7 أو مؤتمر تيكاد 7. كنت معنا مباشرة عبر سكايب. عودة من جديد للتواصل هاتفيا مع دكتورة نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية من بكين. دكتورة نادية، يعني كما ذكر مفادنا إلى مؤتمر تيكاد، بعد قليل سيتم الإعلان عن ميثاق يوكوهاما الذي يتضمن التوصيات التي تم إقرارها في هذا المؤتمر. يعني برأيك كيف يمكن أن تتحول هذه التوصيات إلى خطة عمل على أرض الواقع للشراكة بين اليابان بخبرتها الكبيرة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، وبين القارة السمراء بكل مواردها التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في هذا المؤتمر؟ يعني أتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري بين القارة الإفريقية واليابان، خاصة بعد إنشاء السوق الإفريقية الحرة، وأيضا يعني مشروعات مشاريع الاندماج والتكامل بين دول القارة الإفريقية وبعضها البعض. يمكن على الجانب المصري، العام الماضي زاد حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان، زاد بنسبة أكثر من 30.5%، وهي نسبة كبيرة جدا حدثت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة مع وضع خطة طويلة المدى لجذب الاستثمارات الأجنبية مباشرة إلى الجانب المصري. اليابان بتحتل المرتبة رقم 31 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري. الاستثمارات اليابانية حوالي 420 مليون دولار في أكثر من 106 مشروع في قطاعات الصناعة، الزراعة، الإنشاءات، القطاع المصرفي. يمكن الجديد هو أن السوق اليابانية يعني دخلت الآن إلى الجانب المصري، إلى السوق المصري والسوق الإفريقي في مجالات الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة الشمسية ومجال الاستشارات القانونية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فبالتالي فإن يعني على رأس أو الأولوية الأولى لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني كما ذكرت وأكد على ذلك، موضوع توطين صناعة السيارات اليابانية في يعني في القاهرة، وهو مشروع تحدث عنه خلال زيارته في عام 2016 إلى الجانب الياباني، وتحدث عن وهو ما أكده خلال كلمته خلال الساعات القليلة الماضية زيادة الاعتماد على المنتج أو المكون المحلي وإنتاج التصنيع المشتركة بدول القارة الإفريقية في مجالات الزراعة والبنية التحتية وصناعة الأجهزة الكهربائية. فبالتالي يعني الموضوعات الاقتصادية الهامة هو إلقاء الضوء على محور التنمية الاقتصادية، خاصة يعني موضوع المشروعات اليابانية وتنمية محور شمال غرب قناة السويس وجذب العديد من الشركات والاستثمارات اليابانية يعني إلى القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع استصلاح يعني 1.5 مليون فدان، ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. فبالتالي فإن هناك العديد من المجالات الاستثمارية الهامة التي تنتظر الجانب الياباني لدى الجانب المصري. نعم، ابقي معنا دكتورة نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية من